بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم مشتركاتي الوفيات، إن شاء الله تكونوا كاع غاية. ألف مرحبا بكم في قناتكم برنامج كويسين مع أميرة. هذا حبيباتي راح يكون آخر فيديو لشهر الفضيل، شهر رمضان. هذا الروتين تاعي، أنفان ما جبتكمش بروتين، جيتكم بواحد الخرجة. هذا الفيديو التالي غادي يجي شوية زنق، شوية تحواس، غادي ندير لكم جولة في سنتر كوميرسيال تاع السينيا بعد الفطور. هذه هي البنات، أنا بعد ما كملت كاع لو غاتو تاعي البنات، شوفوا حبيباتي كملت كاع الغاتو اللي كان باقي لي، وغادي نايم كلش إن شاء الله لكتبه بالعالمين. هذا آخر غاتو كان باقي لي في النتاء، هذا الأبي غاتو أبي الوصفة في القناة. شوفوا البنات ديجا لي دو ترونش هادو ما راحوا أكلوهم بصحتهم. وهنا شوفوا البنات غادي نكمل نقطع هالنايمة، صحيح سي بون. هادي كيما نقولوا نهار 29 رمضان، هذه هي ان شاء الله. هذا الفيديو غادي يلحقكم لو 30 باذن الله عز وجل. دوك نروح نتهلا شويه في روحي ونخرج ندير فيها تحويسه. الله الله نديه معايا حباباتي. وهنايا السلام عليكم الزينات، هاني رجعت لكم هنايا بواحد الوصفه سحريه يا البنات، ما نحكي لكمش. ان غوماج اكسترا اورتينار ساهل، مكونين فقط، ما فيش مكونات بزاف، راح تكتشفوه معايا. بون اول حاجه هنايا عندي اون كونتيتي من القهوه. هنا انا درت تقريبا مغرف كبيره معمره، هذا ما كان تقدروا ديروا مغرف صغيره برك. ها هي مغرف قهوه البنات، قهوه بودره، قهوه غبرة، ها هي قهوه اون بودر. هي من الافضل اللي تكون مطحونه بيان بيان، اللي يكون عندها شويه في المويه. الوغ شا دير تزيد تطحنها ولا تزيد تدقها شويه في المهباز هكا باش تولي لها رطبه. وهنايا غادي نزيد كميه من زيت الزيتون بالتدريج، تقريبا تدي لكم واحد المغرف هكا كبيره. غادي نخلطه بيان. ها هو ليكم بسم الله مغرف قهوه مع مغرف زيت الزيتون. لا درتو مغرف صغيره، الوغ ديرو مغرف صغيره. ها هي نخلطه هنايا بيان ثواني برك. ها هو ليكم شوفوا المزيج اللي تحصلت عليه. هانغوما شنقول لكم يا البنات، بسم الله غادي نبدا نابليكي فيه. ها هو بالتدريج هكا على لابو، نديروها على الفيزاج يقلع لي بوين نوار. ها هو يصفي تاع البشره. ها هي بهالطريقه، طريقه ساهله فاسيل. هنا بالعقل بالعقل حتى تكملوا كاع الفيزاج، من بعد غسلوا بالماء دافي. ان شاء الله في فيديو واحد اخر راني نعطيكم ان ماسك شباب بزاف بزاف بزاف، فريمون واحد الماسك يا البنات يبدل لكم الوجه تاعكم شباب بزاف. اون بليس دو سا ينفخ الخدود، ان شاء الله الحين تكتشفوه معايا. ها هو البنات هكا نقعدو بشكل دائري، هكا نخدمو بشكل دائري. ديوها كاع على لابو، على اليدين، على لو فيزاج. ها هي بهالطريقة. ها هو شوفوا البنات، بون غسلها انا بالماء دافي، راح نابليكيه كاع في وجهي ان شاء الله. وهنا يا حبيباتي بعد ما فطرنا وغسلنا معناتنا، لاخونا ديسيدي نخرجو. كنا متفاهمين مع عمات الزوج تاعي وكنت عمته، كنا معمولين نخرجو مع بعض. الوغ ديسيدينا قلنا بعد الفطور نخرجو، درنا رونديفو مع بعض. هنايا انا خارجين رايحين نديرو فيها تحويسة، قلت ندي حباباتي معايا لو سونتر كوميرسيال. خرجة في وهران بعد الفطور هكا تبدلوا شويه، نهربوا شويه من الكوزينه ومن هاد لا روتين تعب تاع رمضان، تعبنا بزاف. قلت الدغنيغ فيديو غادي تكون هكا جوله في سونتر كوميرسيال، تحويسه معايا في وهران الباهيه. الوغ تبعوني البنات حتى نوصلوا ان شاء الله.
وانا يا حبيباتي بعد ما وصلنا شنقول لكم يا البنات باش لقينا بلاصه وين نقعدوا. الله المستعان، كاع الناس كاع الناس الوغ قاعدين هنا انا داخلين. مرحبا بكم معايا. شوفوا حبيباتي درت لكم مقتطفات فيديو رائع رائع، ان شاء الله تبقوا حتى الاخير تشلوا عويناتكم ان شاء الله. على بالي راح يعجبكم هذا لو فلوغ، حاولت ندير لكم مقاطع رائعه ان شاء الله راح تشوفوها معايا. نخليكم على فيديو سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يراتل في حزن انتبهت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. وحبيباتي كما يقولوا لي ما شرا يتنزه، أمل شلوا عويناتكم وديروا عين شافت وعين ما شافتش. خطاش انا لا فيسيل فريمون شيك 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 وغاليه غاليه بزاف. هاد لي ديكو هادو ما كلش البنات شيك بصح، فريمون لغلا. شنقول لكم بصح حاجه كلاس فخامه ولا غير فخامه. تشريح خطره في العمر كيما يقول لك اون بون فابورت، تقعد لك كيما يقول لك حاجه افي. هادي يا زينات كيما كتشوفوا، حاولت نقدر لكم زعما الماكسيموم ماكسيموم صوالح شابين انتريسون. بغيت ندير لكم هكا فيديو برك، بغيت ندير لكم صوالح لي انتريسون حين يعجبوكم. كي تشوفوا كيما يقول لكم تعجبكم هاد لا فيديو. هادي هي حبيباتي، نخليكم تاني مع لا فيديو. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يراتل في حزن انتبهت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله.
ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله. سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله. يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي. وهنا يا حبيباتي سيبانا خارجين، هذه هي الجولة اللي درتها لكم أنا، يا ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو بزاف بزاف، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله فوتوا أوقات ممتعة معايا، إن شاء الله عجبتكم لا فيديو. شوفوا الزينات حنايا هنايا أنا خارجين والناس مازالوا يجوا شوفوهم يدخلوا. وهنايا شوينا دي ترونج دو باتيسري ولي كوفر باش نتسحروا، لازم خرجنا برا نشوفوا حاجه حلوه. الوغ ما بغيناش كان عندنا في الدار زلابيه وسبع القاضي وكلش، قلنا نبدلوا شويه. هذه هي بدوم نعم علينا عليكم، ان شاء الله فوتنا اوقات ممتعه بدومها علينا عليكم ان شاء الله يا رب العالمين. تهلاو لي في وحدكم الزينات وان شاء الله اخر فيديو يعجبكم، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله لحيانا ربي في الفيديو تاع التهنئه تاع العيد. ان شاء الله نهني كاع حبيباتي وكاع وفياتي وكاع اميرات اميره. تهلاو لي في وحدكم الزينات وصحه صحاكم مالغريكم ما كاش الصحه. سلام سلام.